الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعين الله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحديها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وصفحاته في الدارين، آمين. الحديث 76، حديث كراهية كثرة السؤال، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه بإسناد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. أسأل الله السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يقول إيه؟ من فتح لنفسه باب مسألة فتح له 70 بابا من الفقر. شوف قد إيه؟ فالواحد لازم يكون مستغني بالله، والاستغناء بالله لا يكون إلا بكمال الرضا بما قسمه الله. علشان تبقى مستغني بالله لابد أن تكون في كمال الرضا بما قسمه الله لك، فلا تطلب المفقود وترضى بالموجود ولا تنظر لما في أيدي الناس. هي دي أخلاق المسلم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. يقول لي اقنع بما قسمته لك تكن أغنى الناس، ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا يعني خد منها بقدر حاجتك وخلاص، ما تاخدش الزايد. وربنا يحب العبد اللي هو ياخد من الدنيا بقدر حاجاته، أزيد من كده لا تسألون يومئذ عن النعيم. فهمت؟ أدي الخلاصة. فالمفروض وجدان المسلم يصاب على هذه الحالة، وابنك تربيه بالطريقة دي. يعني احنا كنا نسمع زمان من أحد أجدادنا إن كان أبوهم، احنا ما شفناش الجد ده، لكن كان أبوهم كان راجل عنده أرض كتيرة أوي، راجل غني، لكن كان عنده يوم في الأسبوع ياكلوا عيش حارش إجباري كده، هو وولاده وزوجاته كله، كانوا متجوزين بعض، بياكلوا عيش حار. ليه؟ يقول لك علشان يخشوا شيء، عشان يعرفوا النعم. يوم كل أسبوع يلم عياله كلهم، هناكل النهارده مفيش طبيخ، وعنده مفيش حتى جبنة، وعنده مخزن، وعنده ليه؟ من باب التربية. واخد بالك ازاي؟ علشان الإنسان يرضى بالقليل، يقوم لو فقد الكثير ما يكفرش النعم، يبقى مستعد متمرن. فاهم؟ كانت طريقه تربويه كانوا بيعملوها مع اولادهم. احنا دلوقتي بنربي اولادنا ايه؟ العيل قبل ما يحتاج الحاجه اديله 2، فيقوم يطلعوا العيال ايه؟ عندهم ايه؟ يعني زي ما تقول بطر. البطر ده اللي هو عدم الرضا بالموجود واستقلال الموجود مهما كان كثيرا. يتربوا على البطر. فاحنا بقينا نربي عيالنا بطريقه واخد بالك فيها بطر، من كتر ما بنحن عليهم حنيه الدربه بنضرهم. لكن ابائنا واجدادنا كان عندهم البصيره، واخد بالك، بالرغم ان عنده الزياده الا كان ينفق بقدر ليه؟ علشان ما يتعلموش البطر. وكنا مثلا نشوف بعض اجدادنا كان لما يجي ياكل ينقي كسرات الخبز، ما يقطعش العيش الجديد، ياكل الاول عيش المكسر، مع انه عنده كتير، وكانوا اغنى مننا، كان عندهم ارض اغنى مننا، وعندهم بهايم وعندهم شغلان، كانوا اغنى مننا. فمش بيعملوا كده بخل او قله الموجود، لكن ادب، ادب اسلامي انك انت ما تتعلمش البطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال في الخبز، قال اكرموا الخبز صلى الله عليه وسلم. عشان كده شفنا اجيال من ابائنا كان لما يمشي في الشارع يلاقي كسره خبز مرميه كان يوطي ويروح واخدها ينظفها ويرميها على جنب كده، يقول لعل ايه؟ حيوان ولا كلب ولا حد ياكلها، بدل ما يستطاعها برجليه يبعدها ينحيها
من الطريق. دلوقتي بنبص بقى العيال اللي بستندوتش معاه، يبص اللي فيه غموس ياكله والباقي يرميه ويقطعه ويرميه في الشارع والناس تدوس عليه. مش ده اللي بيحصل؟ يبقى ممنوع البطر. يبقى علشان ما تسألش الناس وتحتاج الناس لازم تقصد ترضى بقسمة الليلك. إنما الطماع هيفضل على طول طماع ويسأل ويسأل ويسأل، وكل ما تديله لك بس عمره ما يقول الحمد لله، يقول لك كده بس. بتقبض كام؟ بقبض 6000 جنيه بس في الشهر، ما بيكفوش، بيخلصوا قبل يوم 20. 6000 ليه؟ لانه بياخدها. احنا لسه قايلين حديث امبارح ان الدنيا دي حلوه خضره، من اخذها بسخاوه نفس يعني برضا بورك له فيه، ومن اخذها بشرع نفس نزعت البركه وكان كمن ياكل ولا يشبع. شوف كلام النبي جميل ازاي. يا سلام لو نعيش مع النبي، هتلاقي احنا محتاجين على فكره الاحاديث النبويه دي اننا نرضى بالموجود علشان نصبر في وقت الايه؟ الوقت بيلوحوا علينا ايه؟ وصندوق النقد الدولي وامريكا بالمعونات، عشان من خلال هذا كله ومن خلال حاجتنا يسيطروا علينا ويخلونا نمشي بركاب. لكن احنا لو هنقول لهم لا احنا بقى هناكل وجبه واحده باليوم، احنا مش عايزين معونات. مين اللي يقدر يقول كده؟ الا نفس تكون راضيه ولا تأخذ الدنيا باستشراف نفس وقانعة. يبقى ربي النفوس القانعة، ربي النفوس القانعة قبل ما تقول يعني إسقاط النظام. طب ما انت هتسقط النظام هيجي بني آدم آخر، تتغير الأسماء لكن السلوك واحد. طب احنا الحكومات جت كم حكومة من ساعة شرف لحد دلوقتي؟ كل الحكومات بتدير البلد بنفس الطريقة، كل الحكومات بتديرها بنفس الطريقة، ولم يتعرضوا ليه؟ للحد الأدنى للأجور ولا الحد الأعلى للأجور، لأن مصالح مرتبات هم بيقبضوها، فمش عايزين يدوروا نفسهم، فلم يتعرضوا للحد الأدنى ولا الحد الأعلى ولا للصناديق الخاصة ولا حتى إقلال عدد الوزارات. ده أمريكا فيها 17 وزارة وإحنا عندنا 35 وزارة، أمريكا بجلالة أجرها 17 وزارة، إحنا عندنا شو 35 ولا 36 وزير، وكل وزير ليه كم مستشار وكم وكيل وزارة بياخدوا تلت الميزانية الدولة مرتبات. كم عربية؟ فهمت؟ البذخ الحكومي الرهيب ده. وبعدين قلنا الثورة قامت، طب جت حكومة تانية بعد الثورة بتدير بنفس الطريقة. الميزانية اللي اتعملت بعد الثورة بنفس الطريقة، محدش بقرب لها، لأن الإنسان لم يتغير ببساطة. فالثورة اللي احنا عملناها دي كلها أوهام. لأن الحقيقة تكون ثورة على النفس قبل ما تبقى ثورة على النظام. لأن النظام إحنا اللي بنعمله، مش هو اللي بيعملنا، النظام إحنا اللي بنعمله. والحكومة الأخيرة بتاعت الببلاوي برضه مش قادرة تعمل الحد الأدنى ولا الحد الأعلى، محدش بيقرب ليه؟ ليه؟ لأن هتقرب لمرتباتهم فهينضروا. بقول لك ترمخ المسألة دي، خلينا كده نكسب وخلي الجعان يفضل جعان. طب ما هو الجعان قام بثورة عايز يشبع، يقول لك مش مهم ان شاء الله هنوعده، نوعده في المش مش ان شاء الله بلغة المصريين. فاحنا في الحقيقة ما قمناش بثورة، لأننا ما قمناش بثورة حقيقية على الإنسان، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا رحينا بعض شبابنا وناس ماتت واقتصادنا كده ينهار أو قارب أن ينهار، وكل ده ما جاتش حكومة تنفذ اللي الناس كانت بتناديه. ليه؟ لأن القائمين على الحكومة ناس مش متربيين على الفكر الإسلامي اللي هو الرضا والقسمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبوا الأشعرية ليه؟ لأن إذا جاعوا كانوا يجمعوا كل معاهم ويقسموا على بعضهم، فخذهم مني وأنا منهم. هات لي أنت بقى كده الإنفاق الحكومي يقل شوية، مفيش، كل واحد بيقبل مرتب مش عايزه يقل مليم. وتبقى مراكز قوة جوه كل وزارة، مراكز قوة يجي الوزير يستضعفوه ويمشوه على ايه؟ على ركابهم. وإلا هتبص تلاقي ما يتعاونوش معاه، وما يتعاونوش معاه يقوموا ينشأوا ويعملوا أزمات مفتعلة زي ما حصل في عصر هشام أنبي. حتى لو كانت نيتهم كويسة وناس طيبين، لكن أزمات مفتعلة كثيرة فعلت من أجل النفوس مش مؤهلة إنها ترضى بإيه؟ بالقسمة، وإنها تقسم الفائض عندها لأخوها الفقير.
فالمشكلة مش في أشخاص والله ولا أسماء، ده المشكلة في الإنسان نفسه. وعشان كده الأنبياء لما جم ما جوش قالوا يسقط النظام، ربوا الإنسان. لما ربوا الإنسان غيروا النظام لوحده، النظام لوحده اتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. فدي هي دي ديننا، بيقول لنا كده وعارفينه، وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا والحديث النبي يقول لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم فإن قلوب حكامكم بين أصبعين من أصابع أقلبها كيف شاء، فإن أطعتموني قلبتها عليكم بالشفقة وإن عصيتموني قلبتها عليكم بالجور والظلم. وعشان كده الآية بتقول إيه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلازم نفهم هذه الحقائق وسنن الله، سنن الله في الأكوان، علشان ما نصطدمش مع سنة الله في الكون وفي الآخر نضحي بأولادنا، أولادنا يموتوا، أولادنا يتشوهوا، أولادنا يعجزوا ويتشلوا وفقدوا عيونهم، وفي الآخر لا روحنا ولا جينا، بلدنا زي ما هي، الظلم هو هو والجوع هو هو والأماكن العشوائية هي هي وكله هو هو، لأننا ماشيين في سكة غلط. لابد أننا نغير ما بأنفسنا. فده الخلاصة. فاللي بيسأل بقى الناس، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس بوريه مزعة لحم. ظاهر الحديث يدل على أن الذي يكثر من سؤال الناس يأتي يوم القيامة وليس بوريه لحم، والكلام عليه من مهم منا. هل هذا السؤال على العموم في علم أو طريق؟ يعني هل تسأل في علم إذا رجل ده حرام، ولا السؤال في العلم مطلوب، ولا هنا السؤال في الدنيا بس؟ فهم؟ هل السؤال على العموم في علم او طريق، او تسال الناس العنوان ده اروح ازاي فيه، هو ده سؤال برضه، او لا يكون ذلك الا في حطام الدنيا، وان كان في حطام الدنيا هل كان محتاجا او غير محتاج، ولا هذا خاص بالرجال دون النساء او ليس، ولا هذه العقوبه لحكمه تعرف ام ليس، وهل يدخل في ذلك من تاب قبل موته ام لا. شوف كم سؤال عشان ايه يفصص لك الحديث. فالجواب، أما السؤال عن العلم فلا يدخل في عموم ذلك، بدليل قول مولانا جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يبقى خارج. وأما السؤال أيضا عن الطريق فلا يدخل في عموم، لأنه من إرشاد الضال، وإرشاد الضال من المأمور به، فلم يبقى إلا أن يكون في حطام الدنيا. فإذا كان في حطامها فليس على عمومه أيضا، لأن من المأمور به السؤال عند الحاجة، لقوله عليه السلام لا بأس للمؤمن أن يشكو حاله لأخيه المؤمن، والرسول يقول أنه كان في حاجة أخيه فالله في حاجتي، فده شيء مطلوب، بس لازم تكون في حاجة فعلا حاجة ملحة. مش عايز تغير الموديل بتاع الموبايل بتاعك تجيب تاتش بدل ما هو مش عارف ايه وانت روح تشحك، ما ينفعش. ومن أجل ذلك اختلف العلماء في الذي يلحقه الجوع أيما أفضل له، الصبر حتى يموت فيكون شهيدا لقول عز وجل أصبر لحكم ربك فإنك المؤمن، أو يكون مأثوما لقول صلى الله عليه وسلم لا بأس المؤمن أن يشكو حاله لأخيه المؤمن، فإن لم يفعل حتى يموت يكون ممن تسبب في قتل نفسه فيأثم. على قولين، في قول يقول لك ما يجرش حاجة لا يأثم حتى لو ساب نفسه جعان وما رضاش يشحن إلى أن مات لا يأثم، وفي قول تاني يقول لك يأثم، كان يشحت رغيف مش هيجرى حاجه رغيف وخلاص ماشي حاله. واما من تاب قبل موته فيرجى انه لا يدخل تحت ذلك العموم لقوله صلى الله عليه وسلم التوبه تجب ما قبلها، غير انه يبقى هنا بحث، فالذي يكون من المال بيده عند التوبه هل يتناول منه شيئا او كيف يفعل؟ لو تاب بقى قبل اللي خده بالمساله وغير حق لابد ان يرجعه لاهله، فهم؟ لأن اللي خده غير حق ده حرام، فإذا أراد أن يتوب لابد أن يرجع الحقوق للناس. هل يتناول منه شيئا أو كيف يفعل به؟ أما بقاءه بيده فلا يجوز، بقاء المال اللي أخذه بغير حق يعني لا يجوز، وكيف يجوز له إبقاء مال حرام بيده؟ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي، عدد لذي إيه؟ ذمة. وبعدين ولا لذي، لا هي على فكرة صلحها، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. النص الحديث كده ده رواه الإمام أبي داود وابن ماجه،
هذا النص. المروة يعني دي مرة قوية. مرة جاية من المروءة، وقوية من قوة البدن. وأما ما يفعل به فإن ما يفعل به، طب البلع الحرام اللي في إيده ده هو تبي يعمل إيه؟ فإن كان مما يعرف أصحابه فيرد إليهم، وإن لم يعرف فيتصدق به بنية التخلص. وأما هل هو خاص بالرجال دون النساء أو عام؟ فالجواب بدليل أن النساء شقائق الرجال في جميع التكليفات، وجرى الأخبار عنهم دون النساء من طريق الأفضلية، وأنهم تلاقوا الخطاب بقوله عز وجل يا أيها الرسل، والمقصود هم وأتبعهم. وهنا بحث يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. مش كده برضه؟ يا أيها الرسل يعني وأتبعهم من نساء ورجال. وفيه دليل على أن جميع الناس محتاجون إلى العلم، يؤخذ ذلك من أنه إذا كان أقل الناس وهم الشحتين محتاجين يتعلموا إمتى يشحت، يبقى من باب أولى كل طوائف الناس محتاجة العلم، لأن الشحاتة نفسها عايزة علم. ده في كتاب اسمه كتاب المسألة في الفقه، متى تحل المسألة وكيف تحل ومتى تسأل، ليها فقه. يعني الشحاتين دول لازم يدرسوا. وانا زمان يمكن حكيت لهم، لميت الشحاتين اللي قدام مسجد قايلبان ودخلتهم، خليتهم يتوضوا، قعدتهم وقعدت اديهم درس امتى يشحت وازاي يشحت وكيف يكتفي. ففقه المساله دي مسؤوله، ده شيء مطلوب. عشان ليه بقى؟ لانه لو ماشي بالصح يبقى لما يسال الناس هياخد حلال، ولو مش ماشي غلط اللي هياخده صح هيسال عنده مليون. فيبقى الناس محتاجين للعلم، حتى اقل الناس اللي هم فقرا وجهلا محتاج العلم برضه. الذين ليس لهم شيء من الدنيا يحاسبون على سؤالهم هل هو على ما امروا به او تعدوا، فما بالك بالغير اللي هو غير هذا اللي هو مستور الحال، من باب اولى محتاج العلم بقى. طب والميسور الحال من باب اولى واولى عشان يعرف يتصرف في ماله وهكذا. وفيه دليل على ان الجهل لا يعذر احد به، فإنه إذا لم يعذر السائلون مع شدة مسكنتهم بالجهل فيما يلزمهم من سؤالهم فكيف بغيرهم. وفيه دليل على أن العلم أفضل الأشياء به يتخلص الرفيع والوضيع إذا عمل به. وفيه دليل على جواز سؤال غير المؤمن، يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يسأل الناس. ما هو قال يسأل الناس إيه؟ والناس لفظ عام يدخل تحته المؤمن وغيره. ومن أجل ذلك كان بعض السادة لا يخرج من منزله إلا عند الضرورة، يعني عندما يعني يحتاج لطعام شديد وليس عنده أي شيء يسد جوعته، ويمر عليه يومين وثلاثة ما أكلش، دي اسمها الضرورة عنده. فيخرج في الحالة دي فلا يأتي إلا إلى باب زمي، ويروح باب زمي يخبط عليه. طب ليه ما تروحش المسلم تاخد منه؟ هو راجل أولياء كبار فسألوه. فلا يأتي إلا إلى باب ذمه، فقيل له في ذلك فقال إني لا أخرج إلا محتاجا، فإذا أتيت باب المسلم فأخاف أن يردني ويعود عليه من أجل ردي بلاء، لأنه مأمور بإحياء نفسي، فلا أريد أن يلحقه مني أذى. والذم ليس هو بمكلفة، فإن وساني رجوت له الخير، وإن رد لم يخف أن يلحق مني أذى. ودي بقى يدي حالة عالية. وفيه دليل على حمل السائلين على التصدق، يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لغيرهم فرقا بين الصادق وغير منهم. ويذكر عن بعض المباركين أنه مر يوما فرأى شخصا عريانا يسأل من يكسوه لله، فجرد ثوبا عنه وأعطاه. وكان ذلك السائل معروفا عند بعض الناس أنه كان يعمل ذلك حيلة، وربما تصرف بثمن ما يأخذه فيما لا يصلح. فلما انصرف ذلك السيد عنه أخبره شخص أنه رأى ذلك السائل في موضع وليس عليه ذلك الثوب، وأنه يمكن أنه تصرف فيه على غير لسان العلم. فتحرك ذلك السيد لمقالة القائل وسأله أن يحمله حتى يرى كيف حاله. فلما بلغ إليه ورآه على تلك الحالة التي وصف بها سأله ما فعلت في الثوب الذي أعطيتك؟ وكان له بال، يعني كان ثوب غالي يساوي شيئا كثيرا. فجاوبه بأن قال له اطلب ثوبك لمن أعطيته، انت أعطيته لله اطلبه من الله ما تسألنيش. طلع برضو سائل ومجرم وفقير، لأن ليس كل فقير على فكرة محسن، لو كان فقير ومجرم يعني يخالف الشرع.
فقال له ايه اذا كنت في معروف، قال له ايه اطلب ثوبك لمن اعطيته واتركني مع من عصيته. فقال صدقت وتركه، يعني خد العظه منه، قال له صدقت وتركه وانصرف. اذا كنت في معروفك صادقا مخلصا فكن في فضل من عاملته مصدقا مخلصا. واما قولنا هل تعرف ما الحكمه في كونيه يوم القيامه ولا مزعه لحم في وجهه والمزعه الشيء اليسير، فمعناه انه ليس يكون في وجهه من الحسن شيء، ولان حسن الوجه هو بما فيه من اللحم، ولذلك ان السمن يزيد الوجه حسنا، وذلك لانه لما اذهب في الدنيا ماهيه وجهه وهي ما في الوجوه من الحياء الموجب لترك المساله، فلما ازاله لغير ضروره أذهب حسنه الحسي في الآخرة، لأن حسن الحياء الذي في الوجه هو معنوي، وحسن اللحم حسي، والآخرة أمورها حسية مشاهدة غالبا، لأن الحكمة اقتضت أن كل ذنب في الدنيا لصاحبي علامة يعرف بها يعرف بها في الآخرة، وتكون دالة على ذنب، فيجتمع عليه أمران عقاب وتوبيخ من أجل شهرتي على جميع العالمين، كما جاء أن شاهد الزور يبعث مولغا لسانه بنار، وآكل الربا مثل البخت يتخبط مثل السكران، وآكل أموال اليتامى يقوم من قبره وألسنة النار تخرج من منافسه. وتعداد ذلك كثير بحسب ما أخبر به الصادق عليه السلام. فيكون فائدة الإخبار بهذا وأمثال التحرز من ذلك الخزي العظيم والعذاب الأليم أعدانا الله من الجميع منه بمنه وفضله لا رب سواه. وقال حسن لنفسك العقبة إن كنت بصيرا، واحذر خزي يوم وجهه عبوس قمطريرا، بتقوى مولاه مولا بتقوى مولا لم يزل عليك منعما شكورا. وكده نقف عند هذا الحد، وحنقف عن حديث 77 نقرأه في رمضان القادم. أطال الله بقاءكم وبارك في أعمالكم، وكل عام وأنتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.